الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع للقسام في خان يونس وبيت لاهيا ويحمل حماس مسؤولية ما يجري في القطاع. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن بلاده قد تستخدم قدراتها العسكرية في ضرب إيران دون انتظار إذن من واشنطن. ميليشيات إيرانية تؤكد أن 2500 جندي أمريكي في العراق موجودون، وتصف الانسحاب الأمريكي بخداع البصر. اليمن يستقبل العام الجديد بتقدم كبير للجيش في شبوة، وضربات التحالف تستهدف الميليشيات في مأرب. أسعد الله صباحكم بكل خير. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مراسل الحدث بأن 12 صاروخا إسرائيليا استهدف موقع القادسية التابع لحركة حماس. كما أفاد مراسلنا باستهداف المدفعية الإسرائيلية نقطتين للرصد والضبط الميداني تابعتين لكتائب القسام في منطقة السودانية وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي باستهداف مجمع تابع لحماس بخان يونس لإنتاج القذائف الصاروخية، معتبرا أن حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق صاروخين من القطاع نحو سواحل تل أبيب. وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع. أفادت مصادر الحدث بأن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا نظرائهم الإسرائيليين بوقف التصعيد والضربات العسكرية لمنع التصعيد في غزة، كما دعت حركة حماس إلى ضبط النفس لمنع تصاعد العنف. المسؤولون المصريون طلبوا الطرفين بالوقوف الفوري والوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار. المصادر أكدت فتح خط اتصال مباشر بين القاهرة والطرفين للوصول إلى هدنة غير مشروطة، فيما أكدت المصادر أن إسرائيل اشترطت وقف إطلاق الصواريخ من جانب غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده قد تستخدم قدراتها العسكرية في توجيه ضربة لإيران من دون انتظار إذن من واشنطن. لابيد تحدث عن امتلاك إسرائيل قدرات عسكرية لا يتخيلها العالم قادرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تل أبيب قدمت معلومات للقوى الكبرى تثبت أن الإيرانيين يكذبون بشأن برنامجهم النووي. وسط تسارع خطوات إيران العسكرية والنووية وتعثر الوصول إلى اتفاق نووي معها، قالت إسرائيل إنها تمتلك إمكانيات عسكرية لا يتخيلها العالم وفق تعبير وزير خارجيتها، وقد تستعملها من دون إذن واشنطن. أعتقد أن إسرائيل ستقوم بكل شيء مطلوب منها من أجل الدفاع عن أمنها. بهذا الأمر نحن لسنا بحاجة لموافقة أحد. إسرائيل لديها القدرات، وبعض هذه القدرات لا العالم ولا حتى بعض الأجهزة المختصة يمكن أن تتخيلها، وإسرائيل ستدافع عن نفسها ضد الخطر الإيراني.
خيار إسرائيل العسكري يأتي فيما تستمر القوى الغربية في مفاوضاتها مع إيران على اتفاق ترى إسرائيل أنه خاطئ، مستندة إلى معلومات استخباراتية تكشف مراوغة إيران في التزاماتها. نحن جئنا بمواد استخباراتية تثبت احتيال الإيرانيين. تحدثت بشأن هذا الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي ومع بوريس جونسون وإيمانويل ماكرو، وقلت لهم نحن نستقطب ضغطا للرأي العام العالمي لضمان عدم الرضوخ بالمفاوضات بشكل سريع. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن اقتنائها أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك ضمن صفقة أسلحة جديدة ستشكل أساساً مهماً لتعزيز وتقوية الجيش الإسرائيلي على حدودها القريبة والبعيدة على وجه الخصوص، في إشارة واضحة لإيران. وتتضمن صفقة الأسلحة الهجومية مع واشنطن 12 طائرة هليكوبتر من طراز لوكهيد مارتن CH-53K بمقابل يقدر بملياري دولار، بجانب طائرتين أخريين من طراز بوينغ KC-46 للتزود بالوقود بقيمة 1,100,000,000 دولار من صناديق المعونة الأمريكية. تصريحات من أعلى القيادات الإسرائيلية تأتي في ظل تأهب عسكري لهجوم محتمل على إيران كان قد أمر به رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي. شيلان فطيري، العربية. زعم المتحدث باسم ميليشيا سيد الشهداء أن أكثر من 2500 جندي أمريكي لا يزالون في العراق رغم تأكيدات الحكومة بانسحاب أفراد القوات القتالية من العراق قبل نهاية العام. المتحدث باسم الميليشيا واصل مزاعمه بعدم حدوث انسحاب أمريكي من العراق، وأن ما يجري هو مجرد خداع بصري على حد وصفه. ما أن أعلن عن تحديد موعد للجلسة الأولى للبرلمان العراقي في 9 من الشهر الجاري حتى تسارعت خطى الكتل الكردستانية من أجل إنهاء المفاوضات فيما بينها للخروج برؤية موحدة للبيت الكردي تمهيدا للانضمام إلى الكتلة البرلمانية الكبرى التي من المفترض أن تعلن في تلك الجلسة. تتسارع خطى الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق لتوحيد البيت الكردي استعداداً ليوم 9 من هذا الشهر، وهو اليوم الذي سيلتئم فيه البرلمان العراقي في جلسته الأولى للدورة الخامسة، تمهيداً لتسمية الرئاسات الثلاث في العراق، فالحزبان الكرديان الكبيران الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني يشكلان ما نسبته 80% من مقاعد الأكراد في البرلمان الحالي، ويتوقع أن يبرم الحزبان اتفاقيات فيما بينهما لتمثيل الكرد ضمن الحكومة العراقية المقبلة، فضلا عن الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي. سيتم إعداد ورقة كردية موحدة من قبل الطرفين، هناك لجان مشتركة وهناك تواصل بين أعضاء المكتب السياسي الديمقراطي مع الأخوة في الاتحاد، وبكل تأكيد بعد عطلة نهاية رأس السنة وخلال الأيام القليلة القادمة ستتكثف اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين. ليست فقط مشاركة كردية شكلية كسابقاتها في الحكومات الفائتة، بل هي مشاركة وشراكة فاعلة في الحكومة العراقية القادمة مع تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية، وهذا هو شكل الاتفاق ما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. الكل متفق على أن تكون المناصب هي لحصة الكرد، وبعد ذلك سيكون هناك الاتفاق على كثير من المسائل الأساسية فيما يتعلق برئيس الجمهورية. الاتحاد الوطني يؤكد بأنه من استحقاق الاتحاد. المناصب السيادية في إقليم كردستان تدخل ضمن المعادلة السياسية لكل اتفاق يبرم ما بين الحزبين الكرديين الكبيرين. التسريبات تفيد بأن اتفاق الحزبين الرئيسيين أفضى إلى الإبقاء على منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني، على أن لا يعاد انتخاب برهم صالح مقابل الإبقاء على نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، فيما سيسند منصب نائب رئيس البرلمان العراقي القادم إلى شخص ينتمي إلى الديمقراطي الكردستاني. أحمد الحمداني، الحدث، أربيل. في
في اليمن كشف تحالف دعم الشرعية عن رصد نشاط معاد بإطلاق طائرات مسيرة من العاصمة صنعاء واعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مضيفا أن مراقبة استخباراتية جارية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية استجابة للتهديدات. من جانبه أعلن محافظ شبوة عن فرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان عين كونها مسرحا للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها الجيش في مواجهة الميليشيا الحوثية. وكانت قوات الجيش قد تمكنت من تحرير مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة، وصلت إلى مركز المديرية حيث تجرى عملية تمشيط وتأمين وملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية الفارين. دعا تجمع المهنيين في السودان بالإضافة إلى أحزاب من الحرية والتغيير إلى التظاهر والتوجه إلى القصر الجمهوري اليوم. وأصدر تجمع المهنيين بيانا يدعو فيه لخروج تظاهرات مليونية ولجعل العام 2022 عاما لما وصفه بالمقاومة المستمرة في كل المدن والقرى السودانية. دعا مجلس النواب الليبي إلى جلسة رسمية غدا الاثنين للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، بينما تبدأ اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد خارطة الطريق عقد لقاءات مع مختلف الأطراف. وتستهل اللجنة لقاءاتها بالمجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والمجلس الرئاسي. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، أنا كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة
عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع للقسام في خان يونس وبيت لاهيا ويحمل حماس مسؤولية ما يجري في القطاع. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول أن بلاده قد تستخدم قدراتها العسكرية في ضرب إيران من دون انتظار إذن واشنطن. ميليشيا إيرانية تؤكد 2500 جندي أمريكي في العراق وتصف الانسحاب الأمريكي بخدع البصر. اليمن يستقبل العام الجديد بتقدم كبير للجيش في شبوة وضربات التحالف تستهدف الميليشيات في مأر. أهلا بكم. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مراسل الحدث بأن 12 صاروخا إسرائيليا استهدفت موقع القادسية التابع لحركة حماس. كما أفاد مراسلنا باستهداف المدفعية الإسرائيلية نقطتين للرصد والضبط الميداني تابعتين لكتائب القسام في منطقة السودانية وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشيرا إلى حدوث أضرار من دون إصابات. بينما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي باستهداف مجمع تابع لحماس بخان يونس ينتج القذائف الصاروخية، معتبرا أن حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق صاروخين من القطاع نحو سواحل تل أبيب. وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع. أفادت مصادر الحدث بأن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا نظرائهم الإسرائيليين بوقف التصعيد والضربات العسكرية لمنع التصعيد في غزة، كما دعت حركة حماس إلى ضبط النفس لمنع تصاعد العنف. المسؤولون المصريون طلبوا الطرفين بالوقوف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار. المصادر أكدت فتح خط اتصال مباشر بين القاهرة والطرفين للوصول إلى هدنة غير مشروطة، فيما أكدت المصادر أن إسرائيل اشترطت وقف إطلاق الصواريخ من جانب غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. قال وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد أن بلاده قد تستخدم قدراتها العسكرية في توجيه ضربة لإيران من دون انتظار إذن واشنطن. لابيد تحدث عن امتلاك إسرائيل قدرات عسكرية لا يتخيلها العالم قادرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تل أبيب قدمت معلومات للقوى الكبرى تثبت أن الإيرانيين يكذبون بشأن برنامجهم النووي. وسط تسارع خطوات إيران العسكرية والنووية وتعثر الوصول إلى اتفاق نووي معها، قالت إسرائيل إنها تمتلك إمكانيات عسكرية لا يتخيلها العالم وفق تعبير وزير خارجيتها، وقد تستعملها من دون إذن واشنطن. أعتقد أن إسرائيل ستقوم بكل شيء مطلوب منها من أجل الدفاع عن أمنها. بهذا الأمر نحن لسنا بحاجة لموافقة
أحد. إسرائيل لديها القدرات وبعض هذه القدرات لا العالم ولا حتى بعض الأجهزة المختصة يمكن أن تتخيلها، وإسرائيل ستدافع عن نفسها ضد الخطر الإيراني. خيار إسرائيل العسكري يأتي فيما تستمر القوى الغربية في مفاوضاتها مع إيران على اتفاق ترى إسرائيل أنه خاطئ، مستندة إلى معلومات استخباراتية تكشف مراوغة إيران في التزاماتها. نحن جئنا بمواد استخباراتية تثبت احتيال الإيرانيين. تحدثت بشأن هذا الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي ومع بوريس جونسون وإيمانويل ماكرو، وقلت لهم نحن نستقطب ضغطا للرأي العام العالمي لضمان عدم الرضوخ بالمفاوضات بشكل سريع. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن اقتنائها أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك ضمن صفقة أسلحة جديدة ستشكل أساساً مهماً لتعزيز وتقوية الجيش الإسرائيلي على حدودها القريبة والبعيدة على وجه الخصوص، في إشارة واضحة لإيران. وتتضمن صفقة الأسلحة الهجومية مع واشنطن 12 طائرة هليكوبتر من طراز لوكهيد مارتن CH-53K بمقابل يقدر بملياري دولار، بجانب طائرتين أخريين من طراز بوينغ KC-46 للتزود بالوقود بقيمة 1,100,000,000 دولار من صناديق المعونة الأمريكية. تصريحات من أعلى القيادات الإسرائيلية تأتي في ظل تأهب عسكري لهجوم محتمل على إيران كان قد أمر به رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي. جيلان فطيري، العربية. زعم المتحدث باسم ميليشيا سيد الشهداء أن أكثر من 2500 جندي أمريكي لا يزالون في العراق رغم تأكيدات الحكومة بانسحاب أفراد القوات القتالية من العراق قبل نهاية العام. المتحدث باسم الميليشيا واصل مزاعمه بعدم حدوث انسحاب أمريكي من العراق، وأن ما يجري هو مجرد خداع بصري على حد وصفه. ما أن أعلن عن تحديد موعد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في 9 من الشهر الجاري حتى تسارعت خطى الكتل الكردستانية من أجل إنهاء المفاوضات فيما بينها للخروج برؤية موحدة للبيت الكردي تمهيدا للانضمام إلى الكتلة البرلمانية الكبرى التي من المفترض أنها ستعلن في تلك الجلسة. تتسارع خطى الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق لتوحيد البيت الكردي استعداداً ليوم 9 من هذا الشهر، وهو اليوم الذي سيلتئم فيه البرلمان العراقي في جلسته الأولى للدورة الخامسة تمهيداً لتسمية الرئاسات الثلاث في العراق. فالحزبان الكرديان الكبيران الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني يشكلان ما نسبته 80% من مقاعد الأكراد في البرلمان الحالي، ويتوقع أن يبرم الحزبان اتفاقيات فيما بينهما لتمثيل الكرد ضمن الحكومة العراقية المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي. سيتم إعداد ورقة كردية موحدة من قبل الطرفين، هناك لجان مشتركة وهناك تواصل بين أعضاء المكتب السياسي للديمقراطي مع الأخوة في الاتحاد، وبكل تأكيد بعد عطلة نهاية رأس السنة وخلال الأيام القليلة القادمة ستتكثف اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين. ليست فقط مشاركة كردية شكلية كسابقاتها في الحكومات الفائتة، بل هي مشاركة وشراكة فاعلة في الحكومة العراقية القادمة مع تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية، وهذا هو شكل الاتفاق ما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. الكل متفق على أن تكون المناصب هي لحصة الكرد، وبعد ذلك سيكون هناك الاتفاق على كثير من المسائل الأساسية فيما يتعلق برئيس الجمهورية. الاتحاد الوطني يؤكد بأنه من استحقاق الاتحاد. المناصب السيادية في إقليم كردستان تدخل ضمن المعادلة السياسية لكل اتفاق يبرم ما بين الحزبين الكرديين الكبيرين. التسريبات تفيد بأن اتفاق الحزبين الرئيسيين أفضى إلى الإبقاء على منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني على ألا يعاد انتخاب برهم صالح،
مقابل الإبقاء على نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، فيما سيسند منصب نائب رئيس البرلمان العراقي القادم إلى شخص ينتمي إلى الديمقراطي الكردستاني. أحمد الحمداني، الحدث، أربيل. في اليمن كشف تحالف دعم الشرعية عن رصد نشاط معاد بإطلاق طائرات مسيرة من العاصمة صنعاء، وباعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مضيفا أن مراقبة استخباراتية جارية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية استجابة للتهديدات. ومن جانبه أعلن محافظ شبوة عن فرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديرية بيحان وعسيلان وعين، كونها مسرحا للعملية والمعارك الحربية التي يخوضها الجيش في مواجهة الميليشيا الحوثية. وكانت قوات الجيش قد تمكنت من تحرير مديرية عسيلان شمال غرب محافظة الشبوة، ووصلت إلى مركز المديرية حيث تجرى عملية تمشيط وتأمين وملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية الفارين. هي فرحة استعادة الأرض. مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة خالية تماما من الوجود الحوثي بعد طرد الميليشيات المدعومة من إيران والتي لم تترك خلفها سوى الألغام وعشرات الشهادات تروي جرائمها بحق اليمنيين هنا. مصادر الحدث في اليمن أكدت أن ألوية العمالقة التابعة للشرعية أضافت جبل حيد بن عقيل الاستراتيجي إلى المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي في شبوة، ملحقة خسائر جسيمة بالعدة والعتاد في صفوف الحوثيين كما يظهر هنا حيث إحدى عربات تلك الميليشيات. وتجري عمليات تمشيط وتأمين وملاحقة لعناصر الميليشيات الحوثية الفارة نحو مديرية عين التي شرعت قوات العمالقة في الزحف صوبها هي ومديرية بيحان ضمن عملية عسكرية تستهدف تحرير محافظة شبوة بشكل كامل. وباسم أبناء مديرية عسيلان نقدم الشكر الجزيل لقوات العمالقة والجيش الوطني والمقاومة. ألوية العمالقة المدعومة بأحدث الآليات والسلاح براً ومن التحالف جواً تحمل آمال اليمنيين ليس فقط بتحرير محافظة شبوة بل الذهاب إلى استعادة المزيد من الأراضي اليمنية التي تستولي عليها ميليشيات الحوثي. فاروج حسين، الحدث. بعد عام مليء بالحرب والمعاناة الاقتصادية يتمنى اليمنيون أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه وأن تنتهي الحرب. الزميل أحمد بقاتو سأل اليمنيين في الأسواق وفي مخيمات النازحين عن أمانيهم العام الجديد. بأمال وأحلام وتفاؤل يستقبل اليمنيون عامهم الجديد بعد سنوات عجاف أثقلت كاهلهم وجعلتهم يعانون على كافة الأصعدة. نهاية الحرب وتحسن الوضع الاقتصادي كان أهم ما يرغب به اليمنيون في العام الجديد. نفسي إن احنا نعيش أنا وأسرتي في أمان وإن نلتقي أنا وأسرتي، يعني نصهم في البلاد ونصنا هنا، يعني وإحنا مشتاقين لأسرتنا. نعيش الشعب اليمني مثله مثل بقية شعوب العالم بأمان وخير، ويخرجوا الأطفال إلى الحدائق ويخرجوا إلى المدارس، يصبح الإنسان آمن على نفسه وماله وولده، ولا نريد من بعد هذا الشيء. محمد الجمال الذي جاء نازحا من ذنا مع أسرته إلى مخيم السمية يحكي لنا كيف بدأ عامه الجديد. جينا نازحين وإحنا جينا من أرض ومن بيوت ومن كذا ومن كذا،
جونا هنا منظمات ورواية وتساجيل تساجيل 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 وماشي بعدها، لا بعدها مواد غذائية ولا بعدها مواد رقدية ولا بعدها الأربعة بطانيات وطراريح. فيما العجوز صالح يتمنى أن يلتئم شمله بأهله قبل موته. بإذن الله نرجع بيوتنا ونرجع مزارعنا ورجع. أنا ساكن بوادي سبا بذنة، يعني عندي الماء على 3 متر، يعني عندنا مزارع التمر وعندنا مزارع الليم وعندنا مزارع المانجا ومزارع كل حاجة، يعني اطرح الله وهي كلها تجواني. والآن يعني احنا هنا بالصحراء، انت تفرش الصحراء وتدفها بالذرة. بينما لا تريد رضا وهؤلاء الأطفال سوى العودة لبيوتهم ومدارسهم بعد أن بات الماء في مخيمهم شيئا عزيزا. يجي رمضان كيف حالة الناس؟ نبقى مثل ما احنا كنا في البلاد، البلاد فيها معها مدارس وماء وكهرب وكل حاجة. احنا مبهدلين هناك في بلادنا. انا نحسب تمام، انا ما بشتي اجلس هنا، اروح بيتي واروح مع اصحابي وادرس. ويبقى الجميع هنا على امل تحقيق امنياتهم للعام الجديد، امان تعتبر في اماكن اخرى شيئا طبيعيا، لكنها هنا اقصى امانهم. احمد بقاتو، الحدث، مخيم السمية، محافظة مأرب. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن النظام الإيراني استثمر خلافات القوى السياسية في اليمن لدفع ميليشيات الحوثي لقلب الطاولة والانقلاب على الشرعية واحتلال العاصمة صنعاء. ودعا الأرياني جميع القوى السياسية والإعلاميين والصحفيين كذلك للاصطفاف خلف الشرعية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية عملت على اختراق الجبهة الوطنية عبر بعض المواقع لتغذية الخلاف وشغل اليمنيين بمعارك ثانوية وصرفهم عن معركتهم المصيرية. نفى مكتب عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني ما تنقلته وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي عن وضع رئيس الوزراء السوداني رهن الإقامة الجبرية. أكد مكتب رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر أن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك وعقد الاجتماعات والاتصالات. دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، بينما أكدت المتحدثة باسم المجلس مطالبة مجلس السيادة بالكشف عن المتورطين في الأحداث المأساوية التي شهدتها التظاهرات. ناقش فيه الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس الماضي والتعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر. وأغر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف. وأدان المجلس الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الشتات بين مكونات الشعب السوداني. ونادى المجلس بمعالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية واحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي. دعا تجمع المهنيين في السودان بالإضافة إلى أحزاب من الحرية والتغيير دعوا إلى التظاهر وتوجه إلى القصر الجمهوري اليوم. وأصدر التجمع المهنيين بيانا يدعو فيه لخروج تظاهرات مليونية وجعل العام 2022 عاما لما وصفه بالمقاومة المستمرة في كل المدن والقرى السودانية. كشف وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي عن حضور فاعل لفيلق القدس في ليبيا. الحرس الثوري الإيراني أنشأ مرافق في ليبيا بمساعدة الهلال الأحمر الإيراني. وأوضح صالحي أنه خلال زيارته إلى ليبيا عام 2011 لاحظ أن الحرس الثوري قدم خدمات لمجموعة ليبية لم يكشف هويتها تحت غطاء الهلال الأحمر الإيراني. وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن الحرس الثوري ساعد جرحى الثوار خلال الحرب الأهلية الليبية،
كما قام بإحداث مرافق بمساعدة الهلال الأحمر الإيراني، إلا أنه لم يكشف نوع هذه المرافق. واعترف صالحي أيضا بدور قاسم سليماني في تعيين السفراء في شمال أفريقيا، فضلا عن السفراء في دول خاصة في المشرق العربي. دعا مجلس النواب الليبي إلى جلسة رسمية غدا الاثنين للاستماع إلى حطة رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، بينما تبدأ اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد خارطة طريق لعقد اللقاءات مع مختلف الأطراف. وتستهل اللجنة لقاءاتها بالمجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والمجلس الرئاسي. السيد عماد السايح لا أعتقد أنه لديه ما يضيف بعد أن بعثنا له بلجنة اجتمعت بسيد عماد السايح وبأعضاء المفوضية واجتمعت بأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء واستمعت إلى بيانات وإلى تقارير جاءت من وصلة مجلس النواب أيضا من المخابرات العامة في ليبيا ومن وزارة الداخلية، تقارير مفزعة. ليس لدى السيد عماد السايح ما يزيده، أيضا بعث إلينا بتقريرين مفصلين عن أسباب تأجيل الانتخابات أو عدم، استدعي لنستفسر منه عن لفظ ذكره وهو لفظ مبهم، وكل النواب أجمعوا على ضرورة استدعائه ليحدثنا عن معنى الذي وصفه بالقوة القاهرة. ما هي القوة القاهرة؟ يعني نحن نتحدث عن القوة القاهرة عندما يعلن السيد رئيس مؤسسة الليبية للنفط يقول أغلقت الموانئ بسبب القوة القاهرة، لأنها مسيطرين عليها ممكن مجموعات مسلحة أو بعض الموظفين الذين يعلنوا الاعتصام يطالبون بمرتباتهم أو بسبب أحوال الجوية التي تعتري المناطق تصدير النفط. لكن القوة القاهرة هنا لدى السيد عماد السايح مبهمة. جميع جلسات مجلس النواب في هذه المرحلة أصبحت مهمة وتحظى بمتابعة محلية ودولية. مجلس النواب الآن أمام منعطف تاريخي وأمام أزمة كبيرة جدا تعترض الدولة الليبية في كيانها وفي استمراريتها وفي وجودها. مجلس النواب دعم المفوضية بكل شيء، كل مرة يأتينا أكثر من 3 أو 4 مرات يطلب السيد عماد السايح، يطلب منا تعديلات نعدلها، يطلب صلاحيات ليست من حق المفوضية في أي مفوضية في الانتخابات في العالم. ولكن نحن لكي لا نوقف عجلة الانتخابات والمفوضية ولكي لا نوصف بأننا معرقلون. تمكن العلماء في معهد طوكيو للعلوم الطبية من تطوير لقاح جديد يوفر الحماية ضد فيروس كورونا مدى الحياة. صحيفة تايمز أوف طوكيو قالت إن التجربة السريرية للقاح الذي يحمل اسم كوهارا ستبدأ العام المقبل. We'll be right back.
تباينت مواقف دول العالم في إجراءاتها مع استقبال العام الجديد، ففيما خففت دول من قيودها قامت أخرى بتشديد تلك القيود وإلغاء احتفالات العام الجديد خشية تفشي المتحور الجديد أوميكرون. عام جديد يطل، يبدو أن الثابت الحاضر في مستهله هو التعايش مع فيروس كورونا وإن اختلفت متغيراته ومتحوراته. تصريحات قادة العالم بشأن الجائحة رغم تباين مواقف الدول بشأن القيود والإجراءات تشير إلى استمراريتها رغم رسائل الطمأنينة المبطنة باستعداد الحكومات للتعامل مع تداعياتها وتغيراتها. تصريحات كان آخرها على لسان وزير الصحة البريطاني الذي أكد أن قيود فيروس كورونا الجديدة ستكون الملاذ الأخير. ما بين القيود المشددة وتخفيفها استقبل العالم عام 2022 بكثير من الترقب. دول كاليونان وجورجيا وإيطاليا وألمانيا اضطرت لإلغاء التجمعات خلال احتفالات رأس السنة. أما في أمريكا لتفادي حالات النقص في اليد العاملة فقد أعلنت السلطات الصحية عن خفض فترة الحجر الصحي للمصابين بالفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض إلى النصف. إن بعض المستشفيات الأمريكية قد تشهد إجهاداً بسبب كثرة المصابين بالفيروس، وأوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن يكون مصدراً للهلع. وفي ظل الانتشار غير المسبوق لمتحور أوميكرون تبدو دول العالم أكثر حرصاً على تكثيف حملات التطعيم. فرنسا وفي خضم خشيتها من تزايد الأعداد اليومية للمصابين بكورونا لا ترى بداً من اتخاذ بعض الإجراءات لاحتواء المتحور الجديد أوميكرون رغم تصريحات رئيسها أن الأسابيع القادمة ستكون صعبة جداً. أما في أستراليا فقد دفع تزايد حالات الإصابة في أنحاء البلاد إلى تحديد موعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الوطني. Which is what Omicron presents as a challenge. There are 1,314 people in hospital. There are 126 in ICU and 55 on ventilators. Now, what that says is there is ample capacity in our hospital system to deal with the challenges that we are presently confronting. العالم إذن وإن كان لا يزال تحت وطأة جائحة كورونا فإنه قد انتقل من مرحلة الصدمة من الوباء إلى إيجاد سبل لمواجهته. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير وعافية وسلام، إلى اللقاء. أمريكية على هذا الفصل. قضية سداح مداح وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة. مجرد بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19 اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث.
الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع للقسام في خان يونس وبيت لاهيا ويحمل حماس مسؤولية ما يجري في القطاع. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن بلاده قد تستخدم قدراتها العسكرية في ضرب إيران دون انتظار إذن من واشنطن. ميليشيات إيرانية تؤكد أن 2500 جندي أمريكي في العراق موجودون، وتصف الانسحاب الأمريكي بخداع البصر. اليمن يستقبل العام الجديد بتقدم كبير للجيش في شبوة، وضربات التحالف تستهدف الميليشيات في مأرب. أسعد الله صباحكم بكل خير. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مراسل الحدث بأن 12 صاروخا إسرائيليا استهدف موقع القادسية التابع لحركة حماس. كما أفاد مراسلنا باستهداف المدفعية الإسرائيلية نقطتين للرصد والضبط الميداني تابعتين لكتائب القسام في منطقة السودانية وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما أفاد بيان للجيش الإسرائيلي باستهداف مجمع تابع لحماس بخان يونس لإنتاج القذائف الصاروخية، معتبرا أن حجم الأهداف ونوعيتها بمثابة رد على إطلاق صاروخين من القطاع نحو سواحل تل أبيب. وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع. أفادت مصادر الحدث بأن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا نظرائهم الإسرائيليين بوقف التصعيد والضربات العسكرية لمنع التصعيد في غزة، كما دعت حركة حماس إلى ضبط النفس لمنع تصاعد العنف. المسؤولون المصريون طلبوا الطرفين بالوقوف الفوري والوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار. المصادر أكدت فتح خط اتصال مباشر بين القاهرة والطرفين للوصول إلى هدنة غير مشروطة، فيما أكدت المصادر أن إسرائيل اشترطت وقف إطلاق الصواريخ من جانب غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أن بلاده قد تستخدم قدراتها العسكرية في توجيه ضربة لإيران من دون انتظار إذن من واشنطن. لبيد تحدث عن امتلاك إسرائيل قدرات عسكرية لا يتخيلها العالم قادرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن تل أبيب قدمت معلومات للقوى الكبرى تثبت أن الإيرانيين يكذبون بشأن برنامجهم النووي. وسط تسارع خطوات إيران العسكرية والنووية وتعثر الوصول إلى اتفاق نووي معها، قالت إسرائيل إنها تمتلك إمكانيات عسكرية لا يتخيلها العالم وفق تعبير وزير خارجيتها، وقد تستعملها من دون إذن واشنطن. أعتقد أن إسرائيل ستقوم بكل شيء مطلوب منها من أجل الدفاع عن أمنها. بهذا الأمر نحن لسنا بحاجة لموافقة أحد. إسرائيل لديها القدرات، وبعض هذه القدرات لا العالم ولا حتى بعض الأجهزة المختصة يمكن أن تتخيلها، وإسرائيل ستدافع عن نفسها ضد الخطر الإيراني.
خيار إسرائيل العسكري يأتي فيما تستمر القوى الغربية في مفاوضاتها مع إيران على اتفاق ترى إسرائيل أنه خاطئ، مستندة إلى معلومات استخباراتية تكشف مراوغة إيران في التزاماتها. نحن جئنا بمواد استخباراتية تثبت احتيال الإيرانيين. تحدثت بشأن هذا الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الروسي ومع بوريس جونسون وإيمانويل ماكرو، وقلت لهم نحن نستقطب ضغطا للرأي العام العالمي لضمان عدم الرضوخ بالمفاوضات بشكل سريع. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن اقتنائها أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك ضمن صفقة أسلحة جديدة ستشكل أساساً مهماً لتعزيز وتقوية الجيش الإسرائيلي على حدودها القريبة والبعيدة على وجه الخصوص، في إشارة واضحة لإيران. وتتضمن صفقة الأسلحة الهجومية مع واشنطن 12 طائرة هليكوبتر من طراز لوكهيد مارتن CH-53K بمقابل يقدر بملياري دولار، بجانب طائرتين أخريين من طراز بوينغ KC-46 للتزود بالوقود بقيمة 1,100,000,000 دولار من صناديق المعونة الأمريكية. تصريحات من أعلى القيادات الإسرائيلية تأتي في ظل تأهب عسكري لهجوم محتمل على إيران كان قد أمر به رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي. جيلان فطيري، العربية. زعم المتحدث باسم ميليشيا سيد الشهداء أن أكثر من 2500 جندي أمريكي لا يزالون في العراق رغم تأكيدات الحكومة بانسحاب أفراد القوات القتالية من العراق قبل نهاية العام. المتحدث باسم الميليشيا واصل مزاعمه بعدم حدوث انسحاب أمريكي من العراق، وأن ما يجري هو مجرد خداع بصري على حد وصفه. ما أن أعلن عن تحديد موعد للجلسة الأولى للبرلمان العراقي في 9 من الشهر الجاري حتى تسارعت خطى الكتل الكردستانية من أجل إنهاء المفاوضات فيما بينها للخروج برؤية موحدة للبيت الكردي تمهيدا للانضمام إلى الكتلة البرلمانية الكبرى التي من المفترض أن تعلن في تلك الجلسة. تتسارع خطى الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق لتوحيد البيت الكردي استعدادا ليوم 9 من هذا الشهر، وهو اليوم الذي سيلتئم فيه البرلمان العراقي في جلسته الأولى للدورة الخامسة تمهيدا لتسمية الرئاسات الثلاث في العراق. فالحزبان الكرديان الكبيران الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني يشكلان ما نسبته 80% من مقاعد الأكراد في البرلمان الحالي، ويتوقع أن يبرم الحزبان اتفاقيات فيما بينهما لتمثيل الكرد ضمن الحكومة العراقية المقبلة، فضلا عن الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب العراقي. سيتم إعداد ورقة كردية موحدة من قبل الطرفين، هناك لجان مشتركة وهناك تواصل بين أعضاء المكتب السياسي الديمقراطي مع الأخوة في الاتحاد، وبكل تأكيد بعد عطلة نهاية رأس السنة وخلال الأيام القليلة القادمة ستتكثف اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين. ليست فقط مشاركة كردية شكلية كسابقاتها في الحكومات الفائتة، بل هي مشاركة وشراكة فاعلة في الحكومة العراقية القادمة مع تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية، وهذا هو شكل الاتفاق ما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. الكل متفق على أن تكون المناصب هي لحصة الكرد، وبعد ذلك سيكون هناك الاتفاق على كثير من المسائل الأساسية فيما يتعلق برئيس الجمهورية. الاتحاد الوطني يؤكد بأنه من استحقاق الاتحاد. المناصب السيادية في إقليم كردستان تدخل ضمن المعادلة السياسية لكل اتفاق يبرم ما بين الحزبين الكرديين الكبيرين. التسريبات تفيد بأن اتفاق الحزبين الرئيسيين أفضى إلى الإبقاء على منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني على ألا يعاد انتخاب برهم صالح مقابل الإبقاء على نجرفان بارزاني رئيسا للإقليم، فيما سيسند منصب نائب رئيس البرلمان العراقي القادم إلى شخص ينتمي إلى الديمقراطي الكردستاني. أحمد الحمداني، الحدث، أربيل.
في اليمن كشف تحالف دعم الشرعية عن رصد نشاط معاد بإطلاق طائرات مسيرة من العاصمة صنعاء واعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مضيفا أن مراقبة استخباراتية جارية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية استجابة للتهديدات. من جانبه أعلن محافظ شبوة عن فرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين كونها مسرحا للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها الجيش في مواجهة الميليشيا الحوثية. وكانت قوات الجيش قد تمكنت من تحرير مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة ووصلت إلى مركز المديرية، حيث تجرى عملية تمشيط وتأمين وملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية الفارين. دعا تجمع المهنيين في السودان بالإضافة إلى أحزاب من الحرية والتغيير إلى التظاهر والتوجه إلى القصر الجمهوري اليوم. وأصدر تجمع المهنيين بيانا يدعو فيه لخروج تظاهرات مليونية ولجعل العام 2022 عاما لما وصفه بالمقاومة المستمرة في كل المدن والقرى السودانية. دعا مجلس النواب الليبي إلى جلسة رسمية غدا الاثنين للاستماع إلى إحاطة الرئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، بينما تبدأ اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد خارطة الطريق عقد لقاءات مع مختلف الأطراف. وتستهل اللجنة لقاءاتها بالمجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والمجلس الرئاسي. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.